أطلقت أمانة حزب حماة الوطن بقنا مؤتمر الحوار الوطني المحور المجتمعي الأسرة المصرية ومحاربة الغلاء. يهدف الحوار الوطني إلى توعية المواطنين بأهمية دور الأسرة المصرية في بناء المجتمع وتنميته والانطلاق به للجمهورية الجديدة. احنا بندير حوار وطني مكبر على مستوى المحافظة بعد أن تم حوار وطني بجميع مراكز قنا بالكامل. الحوار الوطني النهاردة أهم المحاور فيه أو المحور الرئيسي فيه الأسرة المصرية والأسرة القنائية وكيفية الحفاظ على الأسرة المصرية وكيفية تنمية الأسرة المصرية. من بعد طبعا يعني ما فخامة الرئيس عمل تنمية شاملة للصعيد، نحن برضو في محافظة قنا في تنمية أصابت الأسرة المصرية وفي تنمية شاملة يعني استفادت بها الأسرة المصرية. في الحوار الوطني بنناقش دور المرأة في بناء الأسرة المصرية وبنناقش حاجات كتير تاني، وده إحساس مننا بأن احنا لازم يكون لنا دور فعال في الحوار الوطني اللي دعا عليه السيد رئيس الجمهورية، ومن أهدافه الحوار الوطني حل بعض المشاكل البسيطة المجتمعية، يكون في تفاعل بين الأحزاب السياسية وبين الدولة. الحوار الوطني معمول لصالح القاعدة العريضة من الشعب أو من الشباب لمناقشة بعض المشاكل والأحوال التي تمر بها البلاد في الظروف الراهنة.